تسببت جائحة كورونا في تعطيل أسلوب حياتنا المعتاد. لا نعرف ماذا سينتظرنا غدا في عملنا أو دراستنا، أين يمكننا الذهاب في إجازاتنا القادمة، وما إذا كانت وسائل النقل ستعمل بشكل طبيعي أم لا. يبحث الأوكرانيون عن إجابات لهذه الأسئلة في نشرات الأخبار ومصادر المعلومات، بينما يثق الهنود في مصادر مختلفة تماما أكثر. في الهند ينتشر الفيروس التاجي بسرعة قياسية، كل يوم يسجل المزيد والمزيد من حالات تفشي المرض الجديدة، لكن الهنود لا ييأسون ويطلبون العزاء من العرافين. يجلس المعالج أو المنجم الغامض سانجاي شارما في غرفة مظلمة مليئة بالبخور والأشياء السحرية، عيناه مغمضتان، يلف رأسه بسلاسة ويصلي بصمت، ويحمل أيضاً جوز الهند والأعشاب في يديه، وبجانب كل هذا يراقب عميله بصبر. هذا المعالج يتمتع بنجاح كبير في مجاله، يتصل به الأشخاص الذين يحاولون حل العديد من المشكلات ويبحثون عن إجابات لجميع أنواع الأسئلة المتعلقة بإغلاق العمل أو فقدان الوظيفة أو الخلافات العائلية أو المشكلات الصحية. يخشى الناس الآن من المستقبل، كيف سيعيشون؟ هل سيكونون قادرين على العمل أم لا؟ هل ستنجو أعمالهم؟ العديد من أصحاب الفنادق والمطاعم الذين أغلقت أعمالهم التجارية بالكامل ولم تفتح بعد يأتون أيضاً ويسألون ما الذي يجب عليهم فعله لإحياء أعمالهم؟ يقول العملاء إن زيارة العرافين تمنحهم السلام وتغرس الثقة وتقوي إيمانهم بالمستقبل. اكتسبت الإيجابية والشجاعة التي لدي بعد التحدث مع المعالج. عندما آتي وأتحدث إليه وأستمع إلى كلماته أشحن بطاقة إيجابية عارمة. حتى في الهند الحديثة يعيش الكثير من الناس وفق التنبؤات الفلكية، فحفل الزفاف أو البدء بعمل تجاري أو الانتقال لبيت جديد، كل شيء يجب أن يراعي التقويم الفلكي. يعتقد الهندوس بقوة أن الكواكب والأجرام السماوية تؤثر على حياة الإنسان. على سبيل المثال، عندما يولد طفل يدعى منجم إلى المنزل لرسم خريطة خاصة للطفل وكأنها جواز سفر روحي، يجب على الشخص أن يحافظ عليها بعناية طوال حياته، لكنه لن يتمكن من قراءة المخطط الفلكي بنفسه، وللقيام بذلك يحتاج إلى الاتصال بمختصين، وهم من يمكنهم تقديم النصيحة والتوجيه، لكن دون الكشف عن تفاصيل محددة عن المستقبل. أصبح علم التنجيم والعرافة راسخين في الثقافة الهندية، لدرجة أنه في عام 2001 سمحت المحكمة العليا في البلاد للجامعات بمنح درجات علمية في علم التنجيم، وذلك على الرغم من احتجاجات المجتمع العلمي الذي يعتبره علماً زائفاً. خلال جائحة كورونا تطور عمل المنجم والمستشار الروحي الهندي أجام بهامبي بنسبة 40%، من بين زبائنه السياسيون ونجوم بوليوود والرياضيون المحترفون، فاستشارة المنجم تمنحهم إحساساً بالأمان. أثناء الحجر الصحي ازدادت حالات القلق وعدم اليقين لدى الناس الذين باتوا تواقين لمعرفة المستقبل لأن الحاضر في خطر. إذا كان الحاضر غير آمن فأنت تبحث عن إجابات ماذا سيكون مع المستقبل، لذلك يلجأ الناس الآن إلى المنجمين والروحانيين، فهم يبحثون عن الأمان. يبقى الإنسان دائماً في صراع مع المجهول، ولكنه إن بقي متفائلاً ومتوقعاً حصول الخير فإن الكون حتماً سيكون في صالحه.